انا ماشي محامي باش غادي نقول يعني الشيء اللي كنحس به انا شخصيا كمتبع لهذه القضيه وكحقوقي. انا اعتقد جازما وفي العمق ديالي انه بريء. لماذا؟ اولا لماذا لم ياخذوا البصمات؟ واش عباد الله على غير مثلا صريح ديال حيوانات اللي يقع في العروبيه وداك الشيء كيكون مثلا شي واحد مقنبه ولا شي حاجه دا ديما مش حاجه كياخذوا البصمات. وهذه التهمه اللي يمكن تمشي حتى 30 سنه و 11 بصمه. الى علاش البوليس 11 بصمه؟ تو سامبلومون لان البصمات ديال البوليس. خاصنا نقولوا هذا الشيء ونكونوا واضحين. ماشي ديال الطوفان. عدم تسجيل رقم ديال الدي بي ام. واش هادشي معروف ملي كتشد الطوموبيل فيها الحشيش كتاخذ الماتريكيل وكتاخذ الشاصي هذه معروف اي شيء هو عارف. واش كتشد الطوموبيل وتقول لي من بعد عاد تعطيها الهويه ديالها ما يمكنش. ثانيا الزوير ديال النوع ديال كيفاش تعطوا به قالوا التلبس هذا الزوير هما بينهم كيقولوا ماشي تلبس المحكمه كتقول ما شديناش من تلبس ولكن متابعين في حاله التلبس انا بغيت نفهم علاش هادشي علاش كنقول انا الاعتقاد ديالي صميمي هو انه بريء لان هادشي كذوب وتزوير عليه. ثالثا او رابعا ارغام الفتيات على الشهاده ضد بولسي كيفاش واش انت كتقول هو ضحيه ما هو راه الضحيه باغي حقه وما كيهربش دابا تسعود اللي هاربين ثلاثه جابوهم بالقوه كيقول لي اش تشهد واش بزز عباد الله واش بغيتي انا تقول لي نجي نقول بان راه خرا انا ضحيه ديالو انا ما فهمتش كيفاش الدوله كتقول لنا بانه اغتصب 11 مره كاين بعدا تسعود شي وحدين كاع هربوا برا وخافوا عاوتاني ورجعوا كاين دابا خمسه ابارامون برا كاين ثلاثة دوهم بزز باش يشهدوا في البوليسيين واش كاين عباد الله شي واحد ضحية كيهرب من العدالة اللي غادا تعطيه حقه وخصوصا الدولة كتظهر بأنها باغا تعطيهم حقهم وكثر من حقهم أنا ما فهمش أنا ما تنتهمني ب تهديد أمن الدولة لمدة ديال شهر ملي شافوا إعلاميا ما نجحاتش قال لك ساق الفلوس في لو 360 كيخرجوا بأني خسرت 240 مليون وكيقولوا في المحضر القضائي بأني المدة ديال عام ما خضيت حتى ريال من الحساب ديالي لأني صارح لأني كنسرق من بلاصة أخرى. أنا ملي تخضيت ربما كنت كنستعمل ديال مراتي ولا ملي كنت كنقري أمريكان ست شهور من بعد عرفتهم بأنني كيكذبوا أنا ثقت بهم. ومعرفتي كذلك بالشخص ديال بوعشرين لا يمكن لبوعشرين يدير بزاف حوايج اللي ما نطبقش معاها ولكن لا يمكن أن يغتصب. وانا متاكد بانه لم يغتصب لا احداهن ولا احدهن والدوله كتكذب وباغين فيه الخدمه وباغين يديروه في الحبس باش كل شيء يخاف وحنا كنضمنوا معاه وكنقولوا هذا الشيء وملي كنقول انا البصمات ديال البوليس الان يمشيو يقلبوا فيهم بصمات ديال البوليس ماشي ديال بوعشرين وماشي ديال شي تقنيه ديال بوعشرين والدليل انهم ما خضوهمش والان يمكن ياخذوهم وانا كنطالب بخدمه دوليه اختارها الدولة المغربية والمحامين. لنا دولة خبرة دولية من الخارج وهذو الخبراء أو يعني شركة خبرة يختارها المحامين ديال بوعشرين واختارها الدولة المغربية وغنشوفوا شكون اللي عنده الحق. السلام عليكم.